السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الطلبة وطالبات كلية الهندسة، أهلا بكم في مبادرة بدون توقف. معكم باش مهندس أنس السنوسي، إن شاء الله هنتواجد معكم في المقرر الدراسي Differential Equation. بداية Differential Equation مادة بسيطة وسهلة، إن شاء الله نبدأ فيها مع بعضنا. طبعا هنأخذ لمحة سريعة على المواضيع اللي هنتطرقون في الكورس الأخير اللي كمقرر دراسي Differential Equation. اول حاجه هناخدوها نحن هي كلاسيفيكيشن اوف ديفرنشال ايكويشن، اللي هنا تصنيفات المعادلات التفاضليه، وبعدين هنخش في موضوع حل المعادلات التفاضليه من الدرجه الاولى، وبعدها نخش على حل المعادلات التفاضليه من الدرجه الثانيه. طبعا ما تتوقعوش ان انا هناخد حل المعادلات التفاضليه من الدرجه الثالثه، لانه هو موضوع متقدم، ولذلك هنستكفوا بس بالحل المعادلات الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. اما الموضوع الاخير حنقول في هذا الكورس ان شاء الله حيكون على لابلاس ترانسفورم، موضوع جديد حنتعرف عليه مع بعضنا وسهل باذن الله. طبعا توقف في اول موضوع اللي حنقول اليوم هو عباره عن الكلاسيفيكيشن اوف ديفرنشال ايكويشن. بدايه قبل ما ناخذ كلاسيفيكيشن اوف ديفرنشال ايكويشن، شو يعني بحد ذاته ديفرنشال ايكويشن؟ طبعا بمعنى معادله تفاضليه، اي نعم كنا عارفينها، بس شنو هي المعادلة؟ شنو هو مفهوم equation؟ المعادلة هي عبارة عن صيغة رياضية بطرف يمين ويسار بينات العلامة يساوي. بالنسبة لنوع المعادلة اللي خدينا نحن في مسيرة الدراسية من إعدادي والثانوي والمرحلة الجامعية اللي نحن فيها، إن نوعين أساسيات المعادلات ordinary equation و differential equation. مثال بسيط على ordinary equation، زي ما عندنا هنا y تربيع تساوي x، أو عندنا 4x تربيع زائد 8x زائد 4، طبعا منصرش يساوي 0، عشان تكون طرف يمين وطرف يسار بينات علامة يساوي، هذه شرط المعادلة وتسمى ordinary equation. بالإضافة إليها عندنا النوع الآخر المعادلة هي differential equations، هذه خليناها في نهاية الثانية ثانوي وثالثة ثانوي وتوه في الجامعة مستمرين فيها. هي معادلة رياضية يكون تحتوي على مؤثر تفاضلي، زي مثلا عندنا y داش تساوي 1، هذا مؤثر تفاضلي، بمعنى نقدر نبسطه أكثر تقل dy على dx، اللي هي تساوي مثلا نقولوا إيوس إكس، هذه هي معادلة تفاضلية. عندنا نوعين آخرات حتى هنا في differential equation بحد ذاتها، زي مثلا عندنا ordinary differential equation و partial differential equation. شو الفرق بين هاتين الاثنين؟ حنجيبوها توا معا. زي ما نشوفوا توا عندنا هنا partial وهنا عندنا ordinary. طبعا هذه هي بالنسبة للمثال على partial differential equation، راو خلينا زمان كنتم تتذكروا في الرياضة 2. هلا زي ما نقول partial y partial x، كيف نوصل الصورة هذه؟ قال هي تساوي مثلا partial y partial z مضروبة في partial z على partial x. أما بالنسبة لـ ordinary differential equation، طبعا حتكون معادلة بسيطة زي ما نشوف فيها ديما نحن في نهاية الشهادة الثانوية وفي المرحلة الجامعية، هي مثلا dy dx زائد y تساوي x. هذا مثال بسيط عليها. توكل بسم الله ونبدأ في المنهج. بما أننا عرفنا أنواع المعادلات، ونخش موضوعنا الأساسي اللي هو Classification of Differential Equations، بمعنى تصنيف معادلات التفاضلية. ونبدأ في أول نقطة في تصنيف المعادلات التفاضلية، هي الاوردر. شنو تعريف الاوردر؟ هو اعلى تفاضل في المعادلة التفاضلية. تعريف سهل جدا، يعني بتشوف المعادلة التفاضلية اللي قدامك شنو هو اعلى تفاضل فيها. زي عندنا مثلا دي تربيع y على دي اكس تربيع زائد y داش تربيع تساوي x. طبعا لما جبت المعادله هذه، زي ما قلنا تعريف الاوردر هو اعلى تفاضل في المعادله التفاضليه، صح؟ شوف هنا اعلى تفاضل، طبعا هنا نطقنا ان هي تربيع، لكن هي مش تربيع، هذه بمعنى تفاضل الثاني. زي مثلا عندنا هنا
dy على dx تربيع هي نفسها y دبل داش هي نفسها y تفاضل الثاني للy. التفاضل الثاني هو التفاضل الأول لكل تربيع وعندنا تساوي x. فنحن المتغير اللي نشوفه فيها التفاضلية اللي هو dy على dx. عندنا هنا تفاضل الثاني هنا تفاضل الأول لكل تربيع. لذلك من تعريف الأوردر أعلى تفاضل معادلة تفاضلية يعني أعلى تفاضل عندنا هذا صح؟ لذلك يبقى الأوردر بتاعنا هتساوي 2. ناخذ مثال آخر زي مثلا عندنا كم عندنا عدد مؤثر تفاضلي هنا؟ عندنا 2 عندنا المؤثر هذا والمؤثر هذا. لما شو تعريف الأوردر هو أعلى تفاضل في المعادلة التفاضلية هيكون عندنا رضا تفاضل من درجة ثالثة أو تفاضل من درجة أولى. لذلك الأوردر المعادلة هذه هيكون تساوي 3 تمام؟ تمام. ننتقل للنقطة الثانية للكلاسيفيكيشن فريش إيكويشن اللي هو تصنيف المعادلات التفاضلية هي degree. degree بمعنى درجة. هنا تعريف الدجري هو أعلى أس لأعلى تفاضل في المعادلة التفاضلية. أعلى أس لأعلى تفاضل في المعادلة التفاضلية بمعنى عندنا هذه المعادلة التفاضلية عندنا مؤثرين تفاضليين عندنا أعلى تفاضل هي التفاضل الثاني أصلا العادل عندنا التفاضل الأول هي حتكون أعلى أس لأعلى تفاضل في المعادلة كلها. أعلى تفاضل عندنا التفاضل الثاني فأس بتاعها تساوي 1 فالإجابة حتكون تساوي 1. ننتقل للمثال العدد. عندنا هنا التفاضل الثالث زائد y زائد 2 التفاضل y داش تساوي 0. عندنا معادلة تفاضلية فلذلك عندنا أعلى تفاضل هنا التفاضل الثالث فأس بتاعها تساوي 1 فلذلك الإجابة حتكون 1 بهذه البساطة. خلينا الأوردر خلينا الدجري ننتقل للنقطة الثالثة. بالنسبة للنقطة الثالثة تحدد هوية المعادلة ما إذا كانت linear or non-linear. زي ما قلنا أن linear or non-linear تحدد هوية المعادلة ما إذا كانت هي خطية أو ليست خطية. تكون معادلة linear عندما تكون أس المتغير y وأس جميع المؤثرات التفاضلية في المعادلة تساوي 1 بمعنى أن مثلا عندنا مؤثر تفاضلي أس متاعها كم؟ 1 مكتبوش فيه أوكي؟ عندنا المؤثر التفاضلي اللي بعدها هو تفاضل أول تفاضل أول أس متاعها 2 فلذلك المعادلة هذه مش لينير كأنها لا تنطبق على التعريف لذلك تأتي Non-linear. Okay. خش المثال بعدد. فهنا عندنا مؤثر التفاضل الأول اللي هو التفاضل الثالث صح؟ أس متاعها 1. عندنا بعدها رمز y مذكورة حتى هو في التعريف. أس متاعها 1. عندنا مؤثر التفاضل اللي بعدها التفاضل الأول برضه أس متاعها 1 تساوي 0. تمام. هيك مع بعضهم كل نقص واحد لذلك المعادلة تكون لينير. نستكمل اليوم لعند هنا وإن شاء الله نشوفكم المحاضرة الجاية ودمتم في أمان الله.